أربيل مراسلنا هيوا عزيز، وأيضا تنضم إلينا من الموصل مفدتنا أعز، ربما ستنضم إلينا بعد قليل لاحقا، ولكن نبقى مع مراسلنا هيوا عزيز من أربيل. هيوا، إذا لو تطلعنا على تفاصيل أكثر حول زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أربيل. نعم داليا، بداية ينبغي الإشارة إلى أن هذه الزيارة هي الخامسة للرئيس ماكرون إلى إقليم كردستان منذ تسنمه الرئاسة الفرنسية. لماكرون علاقات قوية جدا واستراتيجية مع إقليم كردستان، وتحديدا مع رئيس الإقليم نيتشيفان بارزاني، علاقات شخصية وكذلك علاقات سياسية. فرنسا تعتبر سادس أكبر شريك اقتصادي لإقليم كردستان، وهناك علاقات تجارية بين الجانبين. زيارة الرئيس الفرنسي إلى الإقليم ربما تحمل رسائل عديدة، من أهمها كما أكد ماكرون شخصيا في كلمته في بغداد، تتعلق بتأكيدات فرنسا على أنها تقف إلى جانب سلطات إقليم كردستان في دعمها ومحاربتها للإرهاب والتطرف. ويأتي ماكرون ليؤكد بأن فرنسا تقف إلى جانب سلطات إقليم كردستان في هذه الحرب، ويؤكد دعم بلاده لقوات البيشمركة التي وقفت وقفة كما سماها الرئيس ماكرون، وقفة تاريخية ضد تنظيم داعش، وحاربته محاربة فاعلة على أرض الواقع حتى انتصرت عليه. أيضا الرئيس الفرنسي يعني ساهم في التخفيف من حدة التوتر في العلاقات السياسية التي كانت متشنجة بين بغداد وأربيل خلال السنوات الماضية، واستطاع يعني حلحلة الكثير من المشاكل التي كانت عالقة بين الجانبين، ويسهم ما زال في هذا الطريق لحلحلة بقية المشاكل العالقة بين الجانبين. سيكون له لقاءات اليوم مع رئيس الإقليم نيتشيفان بارزاني بعد ظهر هذا اليوم، وكذلك مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. نعم، سيبحث معهم جملة من القضايا السياسية المهمة، على رأسها طبعا دعم قوات البيشمركة ومحاربة الإرهاب. وبالتأكيد ربما نحن في انتظار أيضا أن تنضم إلينا بعد قليل مفدتنا عز غريبة لتطلعنا أكثر على تفاصيل أكثر حول زيارة الرئيس إلى الموصل تحديدا. شكرا لك مراسلنا هيوا عزيز، كان معنا من أربيل.